وورثة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيعة علي سلام الله عليه والحسن والحسين وشيعة المهدي في أيام ولادته وأيام غيبته، وأنتم تعلمون أن 15 من شعبان هو ذكرى الولادة وفي الوقت نفسه ذكرى الغيبة، ذكرى اصطلاع الشيعة بمسؤولياتهم، وعلى رأسهم العلماء الذين خرجتهم هذه المدرسة لينهضوا بعبء رعاية هذا الكيان الكبير، كيان سيكون في آخر الزمان بديلا للمجتمع العالمي حين يخربون جند الشيطان يخربون بيوتهم بأيديهم. ولعل الله تعالى يوفقنا أن نشهد هذا المشهد إذ نحن على أبواب الحرب العالمية التي أنذر بها خبيرها، خبير عصره في السياسة الخارجية الأمريكية، في السياسة العالمية كيسنجر، حينما قال: من لم يبصر هذه الحرب، الحرب العالمية الثالثة، فهو أعمى، وفي كلمة أخرى: من لم يسمع طبول الحرب الثالثة فهو أصم. إذا صارت هذه الحرب التي سيذهب فيها 9 أعشار الناس كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، لا يظهر قائمنا أهل البيت عليهم السلام حتى يذهب 9 أعشار الناس، قال له ابن رسول الله: ومن رح يبقى؟ قال له: أوما ترضون أن تكونوا أنتم الباقي؟ نسأل الله تعالى أن يرينا بلا توقيت، نحن لا نوقت جريا على كلام أهل البيت عليهم السلام، ولكن دون ذلك علامات، وهذه العلامات إذا نظمناها من بدء التاريخ وإلى منتهى التاريخ سنكتشف الظرف الذي نعيش فيه أنه أحرج ظرف. عنوان الحديث: المهدي والغرب. اعتزازا مني بالحضور، إذ عنيت بأن أكتب الحديث، وطبعا هو ضمن موضوعات في كتاب يصدر قريبا إن شاء الله يطبع بعنوان بحوث في الفكر المهدوي، فهذا واحد من هذه البحوث. المهدي والغرب. المهدي في عقيدة الشيعة شخص، شنو أعبر عنه؟ خارج عن القوانين، القوانين تخدمه. شنو القوانين تخدمه؟ يظهر وهو ابن الشباب، ابن عمر الشباب تماما، يظهر في عمر الشباب بمظهر الشباب، وسنه 1200 سنة إذا ظهر بهاي أيام هذه أو بعد مئات السنين، لكنه يظهر بسن الشباب، بشكل الشباب وعمر الشيوخ. من الطبيعي جدا أن إنسان ابن 1200 1300 1400 سنة الزمن يؤثر فيه، فيحني ظهره، تجاعيد تظهر في وجهه بعد إنسان بعمر 1000 سنة، يتخيل الإنسان. الغرب درس علمين، نضج لديه علمان، العلم الأول علم الأركيولوجي، علم الآثار. اليوم ماكو بلد ما عنده متحف لعلم الآثار، هذا العلم وظيفته تقدير عمر الأشياء. وهناك علم آخر اسمه جيرانتولوجي،
علم الشيخوخة، علم الايجينج، يعني العمر من يمر على الإنسان يخلف pigmentation، هاي النقاط اللي تظهر على ظهر الكف. كبار السن يعاينون على الكف مالهم، راح يشوف اكو هاي بقع تلوين، عبر عنها pigmentation، هاي غير قابلة للمعالجة، هاي بصمات الزمن الثابتة. فبالتالي حينما يقدم المهدي سلام الله عليه نفسه للغرب أنه هذا الشاب الذي تغمره الحيوية في مظهره، ويقول لهم أنا عمري 1200-1400 سنة، ما يصدقون تماما. إذن لابد أن يستخدم أدلة لإثبات عمره. من جهة احنا نفترض هذا البحث، نفترض انه سيستخدم علم الآثار الأركيولوجي ويراويهم ايديه ووجهه، تسلط عليه الانوار مال الكاميرات، واذا هو بمظهر الشباب تماما. فحين يثبت أن للغرب أن هذا الإنسان فعلا وقف عند الايجينج، الزمن ما يأثر به، وفعلا هذا الرجل مر في مراحل زمنية، جاب الدنيا، تحرك في الدنيا، طبعا ذاك الوقت تكون صدمة للغرب، ينهار فيها صنم الغرب. الغرب اليوم صنم، أوجد صنم السنن الطبيعية اللي تفرد بها وصنع أشياء كثيرة في ضوئها، وصار العلم يعبد، وصار الغرب هو السيد بالنسبة للعالم كله. الفرد الشيعي، هل هذا الفرد الشيعي الذي يؤمن بالمهدي بهذه الخصوصية سينبهر بالغرب؟ أبداً. الكلام هنا اليوم انبهار العالم بالغرب حقيقة قائمة، لأنه يعني الثلاجة يفتحها بالبيت هاي مال الغرب، الدفاية هاي مصنوع الغرب، كل شيء اليوم التكنولوجيا التي غزت بيوتنا كلها مال الغرب. الغرب ما قدمها براءة، ما قدمها بريئة، ربط وياها فكرة أنه شوفوا إحنا ويا هاي التكنولوجيا ما قدرنا نوصل إلى هاي التكنولوجيا إلا بأفكارنا، وأفكارنا ما بين العلمان، أفكارهم ما بين العلمانية والإلحاد. وبالتالي أنتم إذا تردون توصلون إن أيها الشعوب، الشعوب العالم الثالث كما يقال، فأنتم تعالوا اتبنوا، اخرجوا عن الدين، تمردوا على المسجد كما تمردنا على الكنيسة حتى تلحقون بركب الحضارة عندهم. أي كلماتهم، ربطوا التكنولوجيا بالإيديولوجية، سوف تتحطم، يتحطم هذا الربط بالمهدي سلام الله عليه. كيف؟ خلينا أول مرة نشوف كيف يعالج الله تعالى الانحراف المستحكم. أكو انحراف فكري يستحكم، فالله تعالى يبعث نبيه ويؤيده بمعجزة من سنخ ذلك الاستحكام. نضرب مثل موسى وفرعون. فرعون اكتشف من خلال الباحثين في زمانه، اكتشفوا الأوبيوم، الأفيون، اكتشفوا الزئبق يتمدد بدرجة حرارية كلش منخفضة، وظفوا هذه المكتشفات لتكريس ضلالة فرعون. شنو ضلالة فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، ضلال. شلون كرسوها؟ كرسوها بإخفاء السر أن
الزئبق يتمدد بالحرارة، أو اكتشفوا الفسفور، الفوسفور إذا صنع منه فد مزيج وطلي به الوجه، هذا من بعيد بين الوجه منير جدا منير. ففرعون كان يسوي احتفال مرة بالسنة يظهر قبيل الغروب، يسوي أفاعي من حبل الجنب هذا الأبيض مبرومة ومغطاة بالزئبق، هاي على المسرح الناس من بعد تبدي الزئبق يتمدد، فتبدي تتحرك الأفاعي، هي مو أفاعي، الناس يصورون أنها أفاعي، هو سحر للعين ليس إلا، وإلا هي حقيقة علمية أن الزئبق راح يتمدد، وإذا تمدد راح تبدي هاي الأفعى المصنوعة من هذا الحبل تبدي تتحرك، فيصورون أنه فعلا أفاعي. وانبهر الناس بفرعون من خلال هذه الأباطيل، وصدقوا مدعياته أنه ابن الآلهة. الله سبحانه وتعالى من يريد يبعث نبي الآن في هذا الجو كون يحرر العقل أولا المبهور، لأن العقل المبهور ما يفكر عدل، ما يفكر عدل، يفكر بالانبهار مالته، فاقد توازنه. فالخطوة الأولى أن يرجع عقله إلى الوضع الاعتيادي. شلون يرجع عقله؟ يحرره من هذه الخزعبلات، فيؤيده بمعجزة تحرر عقله. فإذا المعجزة التي يبعث الله بها أنبياءه إلها وظيفة تحرير العقل من الـ الأباطيل والأفكار الضالة التي يتذرع بها الطاغية. ولذلك قال له يا موسى ما تلك بيمينك؟ قال عصاي. وقال له اضمم يدك، اولا هاي العصا ارميها صارت حيه. شرد، قال له لا تشرد، انا لا يخاف لدي المرسلون، هاي ايات بيديك شيلها ترجع عصا. اضمم يدك الى جناحك، خليها بجيبك وطلعها، واذا الشع مثل الشمس. قال له هاي ايات روح الفرعون الان راح تفضح الفرعون. ففرعون راح يصير مفضوح امام المصريين. خب مصري يتحرر خلاص بعد ويتبع موسى، لان موسى ما يدعوه الى نفسه، يدعوه الى الله تعالى. قسم اخر يبقى مع فرعون يعبده مع وضوح ضلالته، تهدم انكشف انفضح، مع ذلك اكو ناس يبقون. طبيعة البشر ما لنا شغل به، كل إنسان يقرر مصيره بنفسه. المعجزة إذن مو وظيفتها أن تثبت أن هناك خالق، وهي من المفروض، لأن العقل هو راح يثبت أكو خالق، وإنما تنوع المعجزات يرتبط الأباطيل التي ادعاها الفراعنة أو الطواغيت. فأجف في يوم الزينة، موعدكم يوم الزينة. وفرعون قدم من خلال السحرة، السحرة مو سحار بالمعنى اليوم ينفث في العقد، لا، السحرة هم علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء، يعني العلماء اللي مشغولين بالطبيعة واكتشفوها يسموها سحرة، لأنه فعلا يقدموهم للناس أنهم سحرة وليسوا علماء طبيعة. القصة معروفة أن القرآن الكريم يقول حتى موسى فأوجس في نفسه خيفة، ايش راح اسوي هذول مصدقين ربك؟ قال له ارمي العصا مالتك وشوف ايش راح يصير. رمى العصا صارت افعى تلقف ما يأفكون. هذا ما معهود ان العصا مال الساحر، الافعى مال الساحر تلقف، لا، لانه هي عباره عن حبال، حبل ومغموس بالزئبق، ليس الا مو حي، ليست افعى حقيقيه. اما الان عصا موسى افعى حقيقيه، وفعلا احتوت والتقمت كل هذه الافاعي الصناعيه،
ورجعت عصا بيد موسى، بعد شال ايده، دخل ايده شالها. وفرعون صابغ وجهه. اليوم هذول اللي يطلعون بالتلفزيون بالاعلام مكيج، يفرضون عليه اني مكيج نفسه حتى الاشعه شويه تطلع وجههم مرتب. هذا معروف اليوم، معروف في الفضائيات انه كل المذيعين او اللي يطلع مكيج. خب فرعون هم مكيج كاملة، كان يستخدم مساحيق التجميل اللي اليوم تستخدمها النساء يستخدمها فرعون، فيطلع جميل جدا. هو وجهه لو يتعرى من هذه المساحيق مجلحد تماما، ما له كل نور، ولكن بهذه المساحيق يبين أنه صاحب نور. ولعلمكم هذا اللي بالزرقة اكتشفوا أنه مسوي عملية بمليون دولار، زارعين بوجهه فسفور بحيث وجهه يشع نور تماما. هذا صار، احنا ابتلينا بهذا، مو ما ابتلينا، الله سبحانه وتعالى فضحهم. وإن كان باقية في المجتمع بقية يعني تعتقد بهذا الضلال، هو المجتمع راح يبقى إلى ظهور الإمام. ترى أكو بناس ما يعتقد بالحقيقة، ما لك شغل بهذا. يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديكم، أنت عليك التابع بالموضوع. فإذا موسى بالآيات البينات التي أيد الله تعالى بها، أيده بها، فضح فرعون فصار مفضوح. قال موسى فرعون قلب رأسه، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وبدأ يستغرف. يا موسى خلصنا من العذاب، أنت عندك هذه المعجزات؟ قال لا، هاي المعجزات ما أخلصكم من العذاب، هذا عذاب تصبرون عليه إلى أن تهيئون أنفسكم وتنقضون على فرعون. هذه المعجزات الله أيدني بها لفضح فرعون. الآن هل سيتكرر هذا المشهد مع الغرب فيفتضح؟ وشلون يفتضح؟ الآن الغرب سيد، يقول أنا كل بيوتكم يا مؤمن يا 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 أناس روحوا ادخلوا بيوتكم، التكنولوجيا أنا صاحبها، وبالتالي تريدون تحصلون هاي التكنولوجيا تبنوا مبادئي أفكاري اللي هي عدم الاعتقاد بالدين، عدم الاعتقاد بالغيب. فهنا المهدي سلام الله عليه رح يفاجئ الغرب، ويكون شأنه شأن موسى. أي واحدة من الـ الأشياء التي يتميز بها المهدي، بأبي هو وأمي، احفظ هاي الرواية، شبيهي وشبيه وسمي جدي وشبيه موسى ابن عمران. شلون المهدي شبيه الرضا؟ لأنه تماما المهدي جسمه، يقولون عنه أكو واحد ضئيل وأكو واحد لا جسمه مليء يملأ الجو هيبة، فيعبرون عنه جهرية. كان الإمام الرضا جثيث، الإمام الباقر سلام الله عليه بدين وجثيث تماما، شافوه في إحدى الظهاري بيد المسحاوي يشتغل والعرق يصبب، قال له ابن رسول الله هيك الحالة يطلب الدنيا؟ قال له لا، ما أطلب الدنيا، أنا حتى أستغني بها عنك وعن أمثالك، لا أشتغل حتى أوفر للعيال. فالشاهد أنه بدين، يعني جسمه عالي في قبال جسمه ضئيل. بأبي هو وأمي شبيهي وسمي جده، يعني محمد وجده، ثم وشبيه عيسى ابن موسى ابن عمران. هذا بحث مال شبيه موسى ابن عمران، فتشي
يعني فقط أشير إلى، وقبل سنتين ألقيت محاضرة بهذا العنوان: الشبه بين المهدي سلام الله عليه وموسى وعيسى، على الإنترنت موجودة، يمكن للأخوة أن يتابعوها، بها بحوث جديدة وترتبط بزمان بالحروف المقطعة. هاي الحروف المقطعة أرقام وليست حروف. بحث واية جميل ما أدخل به، وأنما من أجل أن أستطيع أن أوضح فكرة المهدي والغرب. فإذا المهدي سلام الله عليه، السيناريو حينما يظهره الله تعالى رح يواجه العالم، يقولهم أنا فلان اللي ولدت سنة 256، شاب، شو الكلام هذا؟ شلون يثبت لهم ذلك؟ يقولهم رح يستخدم علم الأركيولوجي. علم الأركيولوجي هو وظيفته تقدير عمر الأشياء. رح يقولهم أنا مريت بالغرب قبل 1000 سنة مثلا، إذا الآن هل أيام ظهر قبل 1000 سنة، فوجدت في المنطقة اللي أنتوا الآن تسموها هايت بارك، الآن الساحة الخضراء، أكو توجد في لندن ساحة خضراء كبيرة جدا. فيقولهم الجانب الفلاني اللي أنتوا الآن تشوفوه وما بي أشجار هواية، بي ثيل، حتى من تحفرون لا تضررون هواية. أنا مريت هناك، كانت مكتبة فيها أنفس ما تعتقدون وتبحثون عنه من وثائق في تاريخ الغرب. أنا مريت هناك، نزلت للمكتبة وبحثت عن كتاب، عن لفافة التوراة، جريتها وطلعت الفصل 53 من سفر إشعياء. الآن موجود هذا السفر، من تطلع اكتب على الإنترنت الفصل 53 سفر إشعياء، بالإنجليزي The 53rd Chapter of Isaiah. هذا كتاب الآن 600 صفحة، مؤلفه جمع فيه ما يتعلق بأقوال علماء اليهود والمسيحيين بهذا السفر. هذا السفر في الفصل 53 الفقرة 10 يتحدث عن الحسين عليه السلام، يقول في الوقت الذي يعيش الآلام، سهام من كل جانب وفقد الأحبة، وبالتالي الرجل آلام يعبرون عنه، تتطلع نفسه نحو نسل تطول أيامه، يعني من ذريته، تكون مسرة الرب على يده. هذا نص موجود، ولذلك هذا العالم اللي اشتغل عليه كلفته جامعة أكسفورد أن يجمع كل أقوال العلماء اليهود والمسيحيين في هذا الموضوع، وفعلا احنا ترجمناه، وإن شاء الله يطلع ومعلقين عليه يستفيد منه المثقفون. يقولهم أنا علقت تحت هذه العبارة لأنها تذكر جدي ودمعة عيوني وتذكرني، العبارة تذكرني. أنا كتبت أنا محمد ابن الحسن العسكري، أنا في هذا التاريخ مريت من هذا المكان، وتساقطت دموعي على النص لذكر جدي الحسين عليه السلام، وأخذت له صورة. أنتوا الآن روحوا احفروا هناك. قلهم احنا انا الان رئيس دولة، هاي الدولة اغنى دولة بالعالم كلها نفط، انا اتحمل كل المصاريف مال الحفر مالتكم، بشرط ان تهيئون الفضائيات كلها حتى تري للعالم الحفر الحي، شوفوا
أنا كنت صادق لو ماكو هذا الشيء، بالتالي راح تستطيعون تكذبوني. وحفروا هؤلاء فعلا لقوا المكتبة، كان مكتبة صاير فزلزال بسيط والمكتبة محافظ عليها غاية ما هنالك مقفلة. فعلا فتحوا اللفافة مال التوراة وإذا يلقون صوروا ويعرضون، خوهنا حيصدقون. استخدم علم الأركيولوجي في هذا الموضوع. هنا شو يسوي العالم الغربي؟ راح يصدم أن هذا القبالهم، هذا اللي أمامهم فعلا مار بهالوقت. زين يعكس الإيد مالته، تعالوا أسلط الفضائيات عليها، ماكو بيجمنتيشن، صافية، يعني الزمن واقف عنده، وصاحب الزمان هذا معنى. ايش راح يسوي بالغرب؟ راح ينهار الغرب في معتقده بعلومه بالتجربة مالته. راح يشوف نفسه أمام إنسان أعجوبة، إنسان معجزة تماما، راح يحقق الهدف المطلوب. بعد طبعا هنا يستخدم شيء من ولايته التكوينية، فيقول احنا عطلنا كل الطائرات في العالم بعد الحرب الثالثة، تبقى طائرات عطلها. قالوا شوفوا هذا رئيس جديد يحكي هذر مذر، انه يقول عطلت الطائرات، يعني ما مصدقين. تمر ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ثلاثة، العالم يضج لأنه دا ينتظر المرضى، دا ينتظر مواعيد الطائرات. الآن طائرات ما تطير، فالإمام سلام الله عليه بهذا راح يشد العالم إليه. يطلع ورا ساعة يطلع يقول نحن نسمح للطائرات التي تقل نساء وأطفال ومرضى بالإقلاع فتوصل إلى مكانها. الآن قبال إنسان يعني نعبر عنه أسطوري، إنسان يقرؤ بالأساطير، وبينما هو قبالهم في ذلك. فيثبت لديهم من خلال علم الآثار، من خلال علم الإيجينج الجيرونتولوجي، ومن خلال الممارسة راح يثبت لهم أن علومهم أكو هذا الإنسان فوق علومهم، هذا الإنسان لا تؤثر فيه القوانين الطبيعية بل فوقها. فهنا ينهار إيمان الغرب بقوانينه ويتحرر من عبودية نفسه. هذا واحد. والسؤال التالي، هل هذه العقيدة بالمهدي سلام الله عليه ستصون المؤمن بها من الانبهار بالغرب؟ اليوم الانبهار بالغرب ظاهرة واضحة في كل أبناء العالم الثالث. الشيعة ومنهم الشيعة أيضا متأثرين ومنبهرين. نعم، هذه العقيدة لو حافظ عليها الشيعي وارتبط بها سوف تصونه من أن يقع فريسة في الغرب. لذلك يبقى الوجود الشيعي عصي على الغرب من حيث أنه ينبهر به. الوجود الشيعي قبيل الظهور وجود متميز لا ينساق وراء الغرب بكل معنى الكلمة. هذه فكرة أولية، أن العقيدة بالمهدي سلام الله عليه خارج، هكذا نعتقد بالمهدي، نعتقد بمهدي بهذه الخصوصيات يظهر للعالم بمظهر الشباب وعمره عمر الشيوخ عشرات المئات من السنين، مئات من السنين. هذه العقيدة إذا الإنسان بقى محافظ عليها ما راح ينبهر بالغرب، وراح يقدر يأثر بالعالم ويصنع. اليوم عندنا وجود شيعي أيام المحرم وأيام الأربعين،
إيش قد نطلع من هذا الوجود ممن لم ينبهر بالغرب؟ نسبة قليلة، ولكن نحن من خلال قراءتنا للواقع هذا الوجود الشيعي من خلال هذه النشاطات وأمثالها، النشاطات التي الآن تقيمونها ويقيمها غيركم في محافظات أخرى، راح ترفع من مستوى الفرد الشيعي فكريا، وبالتالي تربويا، وبالتالي سوف يرتقي هذا الوجود الشيعي على مستوى الفكر وعلى مستوى التربية إلى المستوى الذي يكون فيه البديل للعالم القائم فعلا. الشيعة عقيدتنا بأنفسنا، إذا ظهر الإمام هؤلاء الشيعة الذين يعتقدون به سيكونون المجتمع البديل للعالم، مجتمع تماما. احنا اليوم قد واحد يقول سيدنا هو احنا اليوم استلمنا شوية حكم، صرنا دولة مبينة انها يعني المواقع متهم اصحابها بالسلب والنهب. لا، الشيعة في نهاية الزمان بعد ان تتكامل تربيتهم ووعيهم يسحرون الكرسي ولا يسحرهم الكرسي. هذا احنا مستقبل ننتظره. انا ما اريد اواصل اكثر من هذا في هذا الامر، فقط اشير من خلال البحث الشبه بين المهدي وموسى والمسيح، والظاهرة العجيبة في سور الطواف سين بخصوص الغيبة الصغرى والكبرى. في هذا البحث أقرأ لكم المفردات فقط. ما هي أهداف قصص القرآن؟ والحمد لله أنا اليوم زرت معهد يدرس قصص القرآن الكريم. ما يتخيل البعض أن هذه القصص، أولا بها ظاهرة، الله يرحمه جابر أغائي أحد الأخوة أحد طلابي مهندس، وسنة 90 عبر إلى الجمهورية الإسلامية ودخل حوزة، فاليوم إجاني قال لي هذا جابر أغائي في الحسينية النجفية يقول القرآن معجب ببني إسرائيل ولذلك يكثر من قصصهم. قلت له هذا رجل ما يفهم شنو معجب، وإنما خلي يبحث عن سر الإكثار في قصص بني إسرائيل. وفعلا الآن القرآن أنت من تفتحه قصة موسى وهارون وآل هارون وفرعون مالية 38 سورة، بل حينما نذكر ما يتعلق بفرعون توصل إلى 44 سورة. وليش ما خلاها في مكان واحد مثل قصة يوسف؟ قصة يوسف من ألفها إلى يائها في مكان واحد. ليش فرق قصص بني إسرائيل في القرآن؟ من أجل أن يتحدث بها عن أهل البيت عليهم السلام. شيء غريب. أي نعم، قصص بني إسرائيل نموذج لما سيجري على أهل البيت سلام الله عليهم من زمن النبوة إلى ظهور الإمام. هذا مبحث مهم، وبهذا المبحث يتحول القرآن إلى غض جديد، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول ما جالس أحد هذا القرآن إلا وقام عنه بزيادة أو نقصان، لا تنتهي عجائبه. احنا اليوم مع الأسف الشديد ما نتذوق، ما عندنا تذوق لعجائب القرآن وأنه أكو شيء جديد، لا، كل الجديد فيه من خلال هذه القصص. هذه القصص فرقت للحديث عن أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد. اثنين، هاي الأرقام الحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد،
ألف لام ميم طاء شين طاء شين ميم، هاي حروف، هاي الحروف هي في واقعها أرقام، هي آيات، إذن الأرقام مالتها آيات. شلون صارت هيك؟ هل تعلمون أنه أنا طبعا بحثت هذا الموضوع بحث مفصل واكتشفت جدول الضرب اللي كبار السن يتذكروا، دفتر أبو 30 صفحة أبو 60 صفحة، بالأخير شنو أكو؟ أكو من الواحد إلى العشرة أفقيا وعموديا من الواحد إلى عشرة، يسموا جدول الضرب. لقيته بالحروف مو بالأرقام. أبجد هوش حطي، أبجد هوش حطي. هنا الألف يعني واحد، الباء يعني اثنين، الجيم يعني ثلاثة، الدال يعني أربعة، الهاء يعني خمسة، الواو ستة، إلى أن الزاي سبعة، أو الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة. الآن خلينا نأخذ مثال، كاف ها يا عين صاد، مجموعة شقد؟ 195. هاي آية، هذا الرقم آية، شو وقت يصير تاريخ حتى أخذ عبرة منه؟ من أربطة بحادثة تاريخية، فمائة وخمسة وتسعين إذا حسبتها من الهجرة صارت 195 هجرية. جيد، شنو صار 195 هجرية؟ ولادة الإمام الجواد. جميل. هو طاء شين 69، طاء شين ميم 109. طيب هاي 109 أرد أحولها إلى تاريخ، منين أحسبها؟ أحسبها إذا حسبتها من 220 وفاة الإمام الجواد، 220 إيش قصة راح يصير عندي؟ 329. شنو صار ب 329؟ الغيبة الكبرى. السؤال ما يلي، هذا بعد هذا الرقم أكو قصة، هاي القصة ترتبط بهذا الرقم؟ نعم، راح تكتشفون. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هاي قصة، هاي القصة. زكريا يقول إني خفت الموالي من ورائي، موالي ولد العم، فكان عنده صراع ويا ولد عمه، يعني ولد عمه نافسوه على الإمامة وقالوا له إحنا الإمامة فينا، بعدك إحنا نرث الإمامة، وهذول كذابين، هذول فاجرين. فدعا ربه، الله ايش رزقه بيش؟ رزقه بيحيى، ويحيى القرآن شو يقول؟ وآتيناه الحكمة صبية. زين، إذن الآن ايش عندي؟ عندي من الفترة من كاف ها يا عين صاد 195 وراها قصة زكريا ويحيى، فعلا 195 هجرية في تاريخ الإسلام. أكو شيء يشابه زكريا ويحيى؟ طبعا الإمام الرضا سلام الله عليه والإمام الجواد، تماما نسخة طبق الأصل. وأيضا عندهم مشكلة مع ولد عمهم العباسيين، ولسان حال الإمام الرضا إني خفت الموالي من ورائي، رب هب لي وليا يرثني. هل تعلمون أن الإمام الرضا سلام الله عليه عمره 42 سنة ما عنده ولد، وقباله بنو العباس اللي هم يدعون الإمامة، وابتكروا فكرة أن هذا القول، من ذا ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته، أن المسألة مسألة السلطان مو رسالة، وهذا السلطان ما دام أكو عشيرة لمحمد صلى الله عليه وآله فإذن العشيرة هي اللي ترث هذا السلطان، وفي العشيرة من أكو عم وابن الأخ، من اللي يستلم السلطان؟ والعم. هذا هو الفكر الآن، الفكر العشائري هو هذا، أنه ابن العم ما إلى وجود في قبال العم،
ثم أيضا أن البنت ما ترث. البنت إذا الأب عند تركة كبيرة ما ترثها البنت وحدها، يرثون أعمامها وياها. لذلك هذا عدنان الباشتشي إيش قال؟ قال بالتلفزيون: يا جماعة أنا أموت شيعي. هو سني، ليش يموت شيعي؟ قال لأنه أنا عندي بنت واحدة ميسون، وهاي تركتي أريدها ترث هذه التركة. فقط الفقه الشيعي يفتي بأن التركة كلها للبنت، أما الفقه المذاهب الأربعة يقولون أن الذي يرث مع البنت العصبة. فأنا يا جماعة أموت شيعي حتى بنت ترث الفكر كله. هذا عدهم. فإذا الدولة العباسية قامت على فكر المذاهب الأربعة، وعلى فكر تماما يتناقض ويا خط أهل البيت سلام الله عليه. الآن الإمام من سنة 195 إلى سنة 329، سور الطواشين: طاء شين ميم الشعراء، طاء شين ميم النمل، وطاء شين سورة أخرى ما أدري أي سورة أخرى. هل نجد فيها ما يتناسب مع الرقم التاريخي؟ طبعا هذا بحث أعرضه لكم. روحوا افتحوا ملف وروحوا لهاي الطواشين وراح تشوفون عجب أن هذه السور ذكرت فيها الفترة من 195 إلى 329. خلينا نشوف شنو ب 195. 195 ولادة الإمام الجواد. شنو وضع الشيعة بهاي السنة والقبلها والقبلها إلى 50 سنة للوراء، إلى 70 سنة للوراء؟ مستضعفون تماما، مستضعفون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. نفس هذا الوضع الشيعي من سنة 148 وفاة الإمام الصادق عليه السلام إلى سنة ولادة الإمام الجواد، الشيعة مستضعفون. في هذا الوقت الله قرر: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مثل القرار اللي الله اتخذه في استضعاف بني إسرائيل. راح تجدون واقعا أمر عجب في تاريخ في هذه التواريخ. إذن هناك شبه بين أجواء ولادة المهدي سلام الله عليه وأجواء ولادة موسى والإرادة الإلهية بالمنع على المستضعفين بولادة الأرض. كذلك هناك شبه بين المهدي وعيسى من جهة الغيبتين الصغرى والكبرى. هل تعلمون أن عيسى عند غيبة صغرى وكبرى؟ هاي بحوث جديدة أثبتت أن هناك غيبة صغرى وكبرى من نفس الأناجيل. هم يقولون أنه عيسى بعد 3 أيام من الملاحقة ظهر إلى الحواريين، قالهم أنا عيسى بلحمي ودمي، مو تصورون أنا روح. وهذا يثبت أنه إذن التقى بهم. هم شو يقولون؟ يقولون قام من الأموات. إذا قام من الأموات يعني روح، بينما هو من يقولهم بدمي ولحمي. ولذلك طلبوا منه من أجل يتأكدون. قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إحنا صارنا 3 أيام ميتين عطش وما ماكلين لقمة خبز. أنت إذا صدق صاحبنا، جاءهم متنكر، إذا أنت صدق صاحبنا عيسى أطلب من الله تعالى أن ينزل لنا مائدة نأكل، نشرب شوية مي ونأكل خبز. فعلا قال اللهم ربنا، وفعلا نزلت أن تكون عيد لنا ولأولنا ولآخرنا. فإذا هذه بحوث جديدة في القرآن الكريم
تثبت فيها أن القصص القرآني والحروف المقطعة تتحول بها تلك السور إلى لوحات إنباء بالغيب. هذا جديد.